أنا سلمى، عمري 9 سنوات. عايشة حياة رائعة مع أمي وأبي، كنت وحيدة لعائلتي. كنت سعيدة جدا في حياتي الحمد لله. في يوم من الأيام مرضت والدتي رؤية المشفى عند الأيام، بعدها توفت. ابتدت المعاناة والقهر. عشت أنا وأبي 5 أشهر تقريبا في بيت جدتي مع صغر سني. كنت وحيدة لأبي، لازم أكون مدللة ومحبوبة عند جدتي، لكن حصل العكس تماما. كانت تعاملني وكأني خدامة عندها، امسحي نصفي نصي كل هذا بكفة، ولما تجي عماتي بكفة تانية. المعاملة السيئة تزيد تصير أسوأ، معاملة سيئة واستحقار غير من بنات عماتي لأني كنت أجمل منهم. اتهامات لي بالتخريب والسرقة، مع ذلك متحملة. أبي خبرني إني فترة وراح نرجع البيت. حتى بنت عمتي نسرين يلي كانت صديقتي هي أكثر وحدة تزعجني، توقفني، توقعني وأنا ماشية، تشد شعري وتضربني. أنا صراحة ما كنت هينة، كنت أرد لها الضربة فورا وهذا حقي. مرة من المرات وأنا شايلة صينية الشاي ضربتني بنت عمتي على كتفي فوقعت وحرقت يدي. جلست من بعدها يومين في المشفى لأن الحرق كان من الدرجة الأولى. بس حرق الجسد يا جماعة ما بوجع أبدا، أنا محرق الروح. روحي احترقت، تعبت، مليت من هاي المعاملة. لأمتى راح أبقى يعاملوني بهاي المعاملة السيئة؟ لازمهم دروس خاصة من عندي حتى تتغير معاملتهم معي. تعافيت الحمد لله وخرجت من المشفى وأنا أفكر بنقاط ضعف جدتي. إيش تحب؟ إيش تكره؟ من إيش تخاف؟ ابتديت لاحظ أن جدتي تخاف من الصراصير جدا. بما أن بيت جدتي في حديقة، حطيت علبة فيها سكر في الحديقة في الليل. حتى الصباح كانت العلبة مليانة بالصراصير بأجملهم. سكرت العلبة وانتظرت الليل. لما صار الليل فرغت العلبة على سرير جدتي وهي نايمة، حطيت معاهم بعض السكر تحت البطانية حتى الصراصير تبقى على السرير وما تهرب. غطيتهم وتركت ملاحظة جانب جدتي: يلي جاي أصعب، احذري. رجعت لغرفتي وأنا خايفة من ردة فعل جدتي، خفت منها جدا صراحة. بعد شوي يعني تقريبا أقل من ساعة، ما وصلت الساعة، صراخ جدتي عبى البيت كله، بكاء وصراخ وهي تبكي وتقول بعدوهم شيليوهم أنا بخاف، صرخ جدا. الحمد لله رب العالمين، طعمة الانتقام رائعة جدا حتى لو كانت جدتي، لكن هذا حقي. تاني يوم جدتي ابتدت تعاملني كأني بنتها تماما، ناديني حبيبتي عمري حياتي، تغيرت معاملتها معي تماما. الحمد لله رب العالمين، عدنا للحياة الطبيعية.